بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص الأمة المحمدية بشرف الإسناد وأعلى مقام الكتاب الكريم والسنة المطهرة في كل ناد، ويسر لمن استهداه سبيل الهدى والرشاد، وأقام علماء الإسلام المحدثين حراسا أمناء على حفظ حديث خير العباد نبينا محمد المصطفى والرسول الأمين المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي خصه الله تعالى بعدة مزايا وفضائل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فإن أفضل هذه الأيام في الأسبوع هو يوم الجمعة، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكرمنا في هذا اليوم المبارك، وأن يكرم هذا المجلس بالقبول، وأن يكرمنا أيضا بأن تصل صلاتنا وسلامنا على حبيبنا وقرة أعيننا محمد الشفيع صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن نجتمع في هذا المجلس اليوم إن شاء الله لنسمع حديثا لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة. طيب، لماذا يوم الجمعة؟ أولا لأنه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وقد خص بأحاديث كثيرة في فضله والعناية بهذا اليوم، خاصة من باب الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا باختصاص هذا اليوم بكثرة الدعاء. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المجال، مجال الدعاء، منها ما خص بعض ساعات هذا اليوم بالدعاء، وكثير من العلماء من وجهنا إلى أن بما أن يوم الجمعة خص بساعة يستجاب فيها الدعاء، فهذا اليوم أدعى لأن نكثر فيه الدعاء من صباحه إلى أن ينقضي هذا اليوم. فنسأل الله أن يلهمنا الرشاد في الدعاء، وأن يتقبل منا هذا الدعاء. وقبل أن نستمع إلى هذا الحديث، هناك وقفة نقذفها في أذني وأذانكم فأقول: فقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: سماع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عز لمن أراد به الدنيا، ورشاد لمن أراد به الآخرة. وقد قال أيضا: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى. وإن نبتغي وجه الله تعالى في تدارسنا لهذه الأحاديث وفي سماعنا إلى هذه الأحاديث بسندها كما وردت ورويت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الإمام الأوزاعي: أن العلم ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وقال الإمام أحمد: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سمعت علي بن المديني يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، أي الرجال الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. فنسأل الله من فضله العظيم. إذن فأهل الحديث هم من يتمسكون بالحديث الصحيح ويعملون به ويذبون عنه ويدعون إليه، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فأبشروا يا أهل الحديث بنظارة الوجه إن شاء الله. أيضا هناك من يقول: لماذا هذا الإسناد ولماذا السماع؟ إذن فعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء، لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك قال بقي. الجملة الأخيرة معناها أن في الشريعة الإسلامية
عندما نريد أن نوصل العلوم أو أي خبر فيجب علينا أن نوثق لهذا الكلام، أن نتحدث أو أن نحدث بمن أخذنا عنه هذا الكلام أو هذا العلم، خاصة إذا تعلق الأمر بحديثه صلى الله عليه وسلم. إذن فقال الإمام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له، أي إذا سئل هذا الإنسان من حدثك، قال بقي. معنى هذا الحديث، معنى هذه العبارة قال بقي، أي بقي ساكتا لا ينبس بكلمة. إذن فالذي لا يعلم الرجال ولا يحدث بسند متصل فيه من العدل والضبط والثقة فلا يحق له أن يتحدث وأن يقول ما شاء. وقال أيضا عبد الله بن المبارك، كان يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني بين القوم يقصد بهم أولئك السذج الذين يتحدثون من غير توثيق. قال: بيننا وبين القوم القوائم، القوائم يعني الإسناد، أي عماد هذا الدين، أن نسند ما نسمعه وفق منهج معين موثق فيه الثقة والضبط والعدل كما حدده علماؤنا رضي الله عنه. إذن فعلى مستوى السنة النبوية وأحاديثه صلى الله عليه وسلم، فإن السند أو الإسناد كان ولا يزال أهم الوسائل التي حفظ بها الله سبحانه وتعالى الحديث وصانه من الوضع والكذب والافتراء. كذلك يعد الإسناد المعيار الأول الذي تقيم به الروايات وتوزن به الأخبار لمعرفة صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها. إذن فالأسانيد، ما القصد بالأسانيد؟ هو طريقة معرفة السنة النبوية. فالأسانيد هي التي تروى بها هذه السنة، والمقصود أيضا بالإسناد هو قول أحد المحدثين: حدثني فلان، أو قال حدثني فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى الصحابي، وهذا الصحابي بدوره يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أو رأيت فلانا فعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. إذن فهذا هو الإسناد، أي أن ننقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله عن طريق الرجال إلى أن نصل إلى الصحابي الذي روى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى أن نخص بهذا الإسناد. فكما تعلمون أن الأمة الإسلامية، الأمة المحمدية، خصت بهذه الخصيصة دون غيرها. الأمة الإسلامية هي من خصت بخصيصة الإسناد، فحفظ الله القرآن الكريم عن طريق علمائنا، أيضا من خلال علماء التجويد وما بينوه لنا بكيفية قراءة القرآن الكريم على الأوجه المتعددة. كذلك الأمر بالنسبة لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكما قيل: سموا لنا رجالكم. متى؟ كان عندما يحدث الرجل كان يقال له: سموا لنا رجالكم، أو الطرق التي تقول من خلالها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتحدث عن الإسناد ونحرص عليه؟ لأن هذا الإسناد يبين لنا الخطأ من فساد الكلام. إذن فعندما تجمع الطرق ونتبينها، تتبين لنا سلامة الإسناد وصحة الحديث، فنتبين ما فيه من معان وأحكام. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بطريقها الصحيح، وأن نحفظ هذه الأحاديث وأن نعمل بها. نسأل الله أن يوفقنا إلى العمل بهذه الأحاديث. وقال من باب الإضافة فقط، قال الحافظ المحدث ابن عساكر الدمشقي، يعني يتغنى بالإسناد وحبه لهذا الإسناد، قال: لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. إذن فهو يفضل أن يستمع إلى شيخ يقول: حدثني فلان عن فلان، يعني الأئمة، إلى أن يصل إلى الصحابي، إلى أن يصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم. إذن فنشد على
عضدنا، ونسأل الله التوفيق أن يوفقنا لهذا العلم الذي يعطاه ذو حظ عظيم، فنسأل الله أن يوفقنا وأن يعطينا من فضله العظيم، وأن نكون من طلبة الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما بدأنا به حديثنا، وهو أن هذا اليوم يوم الجمعة من أفضل الأيام التي خصه الله تعالى بخصيصات عديدة ومزايا، من بينها كما قلنا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاتنا تكون معروضة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة كما في الحديث أيضا. فلنجعل ألسنتنا تلهج بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد فضل الله عز وجل يوم الجمعة على سائر الأيام لما فيه من أحداث وخصائص عظام، ولما فيه من فضائل جسام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أن هذا اليوم فيه ساعة جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل فيها الدعاء فيها مجابا، فلا يوفق إليها عبد إلا وقد أجيبت دعوته. فنسأل الله أن نوفق لهذه الساعة وأن يكرمنا بالقبول. قبل أن نتحدث عن هذا الحديث، فنلاحظ أن ساعة الاستجابة في مختلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة أنها لم تحدد ولم يكشف عنها. إذن فالمولى عز وجل جعل ساعة الاستجابة يوم الجمعة غير جلية ولم يكشف عنها، مثل ما لم يكشف عن ليلة القدر في شهر رمضان. لماذا؟ فالقصد هو الاجتهاد في الدعاء يوم الجمعة ككل، لما لها من فضل كبير. لكن كثيرا من الفقهاء والمحدثين وأيضا السلف الصالح وكثير من الصحابة رجحوا أن ساعة الاستجابة، قول رجحوا ترجيح يعني هناك اختلافات، لكن من باب التوفيق بين الروايات والطرق رجحوا أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس. لكن القصد من هذا هو أن نكثر من الدعاء طوال هذا اليوم، وأن نخصص هذه الساعات قبيل أن تغيب شمس يوم الجمعة، نخصصها بالإلحاح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى عسى أن يقبلنا. فمن جهة أو كقصد أول أننا نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونصدقه لما أوحي إليه، وثانيا نلتزم بهذه الساعة عبادة وتقربا إلى المولى عز وجل عسى أن يقبلنا، لأننا نلتزم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بشكل موجز عما جاء في الإسناد ويوم الجمعة. أنا وددت أو إن شاء الله إذا وفق الله ويسر لنا أن نقيم مجالس حول أهمية الإسناد وأيضا فضل مجالس السماع لما لها من أثر حسن على الطالب وحتى المتعلم والعام. إذن فنسأل الله أن يوفق إلى ذلك. وأيضا مما قاله العلماء هو عن هذه المجالس، مجالس السماع، هو تبركا أيضا نتبرك بأولئك الذين رووا لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحذافره، فهم يصورون لنا ذلك المشهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ناحية أخرى أنك تأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال ثقات عرفوا بالضبط وأيضا بالعدالة والثقة. فنسأل الله أن يوفقنا لسماع الصحيح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا العلم نافعا، وأيضا أن نعمل صالحا، وقبل كل ذلك أن تكون نياتنا صحيحة خالصة لوجهه تعالى. إذن فقبل أن نستمع إلى هذا الحديث فلنجدد العهد ونجدد النية
مع الله سبحانه وتعالى في سماع أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك الذي خصه بفضائل عديدة. نقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في الحديث المسلسل بيوم الجمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد وفقني الله، أنا فايزة طيبي أحمد، أن سمعت حديث المسلسل بيوم الجمعة عن شيختي، وأخبرتني أنها قد من الله عليها وسمعته من شيخها الفاضل نادر بن غازي العنتباوي حفظه الله، وأخبرها قائلا: سمعته وقرأه علي عدة شيوخ، أذكر منهم الشيخ سبحي السامرائي رحمه الله وهو بشرطه عن التجاني، والشيخ مالك السنوسي رحمه الله، والشيخ إبراهيم نور السيف، الشيخ حبيب المظاهري، الشيخ أيمن سويد، والشيخ حامد البخاري. ومن أسانيد ما حدثني يوم الجمعة الشيخ المقرئ أيمن سويد قال: حدثنا به الشيخ محمد ياسين الفاداني في يوم الجمعة، قال حدثني به الشيخ عمر حمدان قال: أخبرنا به الشيخ محمد أبو النصر الخطيب عن الكزبري الصغير عن والده عن ابن عقيلة عن حسين بن عبد الرحيم عن أحمد بن محمد ناصر المغربي عن الشهاب الخفاجي عن ابن حجر الهيثمي الفقيه عن زكريا الأنصاري عن نصر الدين بن الفرات عن شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي عن أبي جعفر الصيدلاني عن أبي نعيم الأصفهاني الحافظ عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن محمد بن بكير الحضرمي عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن إبراهيم الشيباني عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. رواه أبو نعيم في المسلسلات مسلسلا وأحمد بغير تسلسل، وأصل الحديث في الصحيحين من غير تسلسل، ونقصد بمسلسلا وغير متسلسل تسلسل ترتيب الرجال وليس ترتيب المتن. إذن تسلسل في ترتيب الرجال وليس في المتن، وإنما المتن صحيح، وجاء أصل هذا الحديث في الصحيحين صحيح بخاري وصحيح مسلم. وبعد، فهذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من هذه الإجازة التي أجزت بها، وأنا أجيز بها إجازة خاصة وعامة بجميع ما يصح لكم لي وعني روايته، وأسأل الله أن ينفعنا بها بهذه الإجازة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بعدهم من أئمة الهدى، وأن يوفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهديين. وأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والعلن، وبذل الجهد في طلب العلم الشرعي والعمل به ونشره، وإخلاص النية في ذلك، كما أوصيكم أن تذكروني ووالدي ومشايخي بصالح دعواتكم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفقيرة إلى عفو ربها فايزة طيب أحمد،
عن شيختي مفيدة محمد زكي أحمد البكر أم أيمن خادمة القرآن الكريم والسنة النبوية والعلم الشرعي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا أجزتكم في هذا الحديث المسلسل بيوم الجمعة، فقولوا قبلنا وتشرفنا، اكتبوها على الشفا. طيب، نغتنم هذا الوقت إن شاء الله، لعلها تكون ساعة استجابة. فأقول وبالله التوفيق وأمين، وعسى الله أن يتقبل منا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت يوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك، ونشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وحبيبك وخير خلقك، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة، واجعلها أسألك من فضلك أن تجعلها ساعة استجابة، أن تكرم كل واحدة منا وأن تقضي حاجتها، وأن تجعل هذه الحاجة في رضاك. أسألك اللهم أن تقضي حوائج المحتاجين، وأن تجيب سؤل السائلين. أسألك اللهم يا رب العالمين بمنك وكرمك، أسألك من خزائنك خزائن السماوات والأرض أن تعطينا سؤلنا، وأن توفقنا إلى مرضاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين، كما خصصت يوم الجمعة بالأفضال، يا رب نسألك أن تخصنا بالاستجابة يا أرحم الراحمين. أسألك أن تخص أهل الحديث بالاستجابة وأهل القرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لعلم الحديث ولعلوم القرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وربيع صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا مؤنسا ورفيقا وشفيعا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا من حفظة القرآن العظيم والعاملين بآياته يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لنا سبيل الوصول إليك. اللهم دلنا بك عليك، اللهم دلنا بك عليك، اللهم دلنا بك عليك. اللهم يسر لنا سبيل الوصول إليك. اللهم حقق مقاصدنا وتقبل دعواتنا ورجواتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يتمسكون بكتابك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من العاملين بهما يا أكرم الأكرمين. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كل من حضر هذا المجلس ونوى أن يحضره يا رب فأكرمه بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.